حياكم الله. يمكن كلنا حكينا وحللنا المباراة النهائية، هيك فرحة، هيك فوز، هيك إنجاز كنا كلنا بنطمح له. لقب ثاني للجزائر، هذا هو أهم شيء يسجل بالتاريخ بعد اللقب عام 90. 29 سنة من الانتظار، ما علينا. بديش أحكي عن المباراة النهائية، بس بدي أرجع بسرعة أذكر للمرة الثانية أنه يعني الهدف اللي أجا مبكر لخبط كل الأوراق، خلاهم يروحوا للخطة رقم 2 أو الخطة الاحتياطية في حالة تغيير الظروف. السنغال ضغطت، حاولت تتعوض، صار عندهم توتر. الجزائريين ذهنيا صار في مخهم انه خلص بدنا نرجع ندافع ونحافظ على الهدف. هلا في ناس حتزعل وتقول لك يا اخي الاداء الجزائري ما كان كويس، مش مهم جعله لا كان مقنع، المهم بالتاريخ بعد يومين ثلاث بعد 10 سنين حنرجع نقول الجزائر فازت مرتين. يمكن التتويج بحد ذاته كان بفش الغل لنا كعرب، الفرحه بس مش للجزائر، الفرحه لنا كعرب. عاطفيا احنا لما نشوف اي انجاز عربي بنفرح، ما بعرف الفشل الكثير اللي بنواجهه في حياتنا على الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي وعلى صعيد الدول. انا اللي مزعج عندي الكيب الفرنسيه، يعني تقول لك انه منتخب الجزائر كلهم لعيبه، يعني انت تنتقد ليش؟ تنتقد ليش؟ يعني كل هاي التفاصيل بعيدا عنها، يعني ما انت منتخبك يعني 90% من وين؟ يعني اللي بيته من زجاج ما يرمي الناس بالاحجار، في ورد يعني. صراحة كثير حلو انه التتويج رافقه اشياء ثانية. اسماعيل بن ناصر خطف جائزة احسن لاعب، شيء رائع. في جول يعمل شيء غير عادي، بالجزائر على ارضهم راح رفع علم فلسطين، يعني فلسطين هي رمز، رمز في قلب كل العرب. يا سلام لما يتم تكريم جمال بالماضي افضل مدرب، مين افضل من جمال بالماضي؟ وكمان اختارت اللجنة المنظمة لمبولحي الحارس. واكثر شيء حلو دائما لما يصير التكريم من بلدك، وسام هذا له وقع خاص في نفوس اللاعبين. الهداف طبعا 5 أهداف كانت من لأوديون إيغولو، له اللاعب النيجيري واللي أعلن اعتزاله بعد البطولة مباشرة، اعتزاله الدولي. فوق على ساديو ماني السنغالي صاحب صلاح. صحيح الدم العربي مش ممكن إلا يحن. تهنئة من زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اللي حط على انستغرام صورة منتخب الجزائر وحكى إنه أخي فريد سيكون سعيدا بهذا الإنجاز، أخوه توفى من أيام. في أمان الله. شو رأيكم؟